طلع محاضرة 14 كورونا فيروس. ليش أرد أشرح كلكم تعرفون وكلكم تعرفون نتائجه. طبعا إحنا ما نجز شيء من الملازم لأن كل شيء راح يجي، بس الشرات مكررة نحاول نعرف الكورونا فيروس هي عائلة كبيرة من إنفلوب مغلفة وآر إن أي فيروس، وهي آر إن أي فيروس تمام. والكيلد كورونا اسم الكورونا منين إجى؟ بكوز الكراون لايك سبايك، اللي هي الأشواك اللي تشبه الكراون تشبه التاج، لذلك نسميها كورونا فيروس، فيروس الفيروسات التاجية تمام. وكوز تسبب بالهيومن بالإنسان كومن كولد نزلات البرد الشائعة، وكوز لاور ريسبيرتوري تراكت تسبب اللاور ريسبيرتوري تراكت اللي متلازمة القنوات التنفسية السفلى تمام، انفكشن أو إصابة القنوات التنفسية السفلى شرط and have been، وتتطور المن إلى غاسترو انترتز اللي هو التهاب الأمعاء والمعدة. وين انفانت بالأطفال دير بالك بالأطفال بس، ولذلك الأطفال تنصاب الأمعاء مالتهم وإحنا تنصاب الرئة مالتنا. الكورونا هذا مالتنا اللي جانا وخوف العالم وكذا. خوش شنو عوائل الكورونا؟ السارس خوش والام اي ار اس خوش والسارس كوفيد 2 تمام خوش. بعدين عندنا فد معلومه اقول لك، ذا هيومن فيروس ار ديفيكلت كلتشر، هذا الفيروس اللي يصيب الانسان هو صعب ديفيكلت، صعب كلتشر، صعب زرعه، اند ذيرفور لذلك مور بورلي، احنا ما عندنا بورلي فقيرين يعني مور اكثر بمن بالكاركترستك الصفات ما نعرف شنو صفاته لان احنا ما جاي نقدر نزرعه، خطر او جديد. خوش هنا عندنا الامبورتنت بروبرتيز الخصائص المهمه، اول شيء هو سبيريكال دائري 120 الى 160 نانو متر هذا القطر مالته، هيليكال حلزوني تمام، هذا النيوكلوكابسيد حلزونيه، سنجل ستراند ار ان اي لاينر نون سيجمنتد غير مقطع بوزيتيف سنس 27 و 32 كي بي تمام. البروتين مالته الفيريون البروتين كونتين يحتوي على 3 اور 4 ستراكشر، 3 الى 4 حياك اللي هن الميجر سبايك جلايكوبروتين 1 والترانز ممبرنس جلايكوبروتين 2 اللي هو ام او اي تمام، والنيوكلو بروتين ان تمام، والهيموغلوتينين تريز اتش اي تمام. خوش الانفلوب كونتين لارج بها غلاف كبير تمام، ويشبه السبايك الاشواك دير بالك. ريبليكيشن تضاعف السيتوبلازم، تضاعف وين يصير السيتوبلازم جدا مهمه، والبارتكلز والجسيمات مالته ميجر تنضج باي بودينج بواسطه التبرعم. وين انتو اندوسيتوبلازمك داخل السيتوبلازمك ريتيكوليوم اللي شبكه الاندوبلازميه وكولجي، اذا هو ينضج يضاعف بالسيتوبلازم وينضج بواسطه التبرعم بالشبكه الاندوبلازميه وجهاز كولجي. الاوت ستاندينج كاركترستيك الصفات البارزه كوز كولد يسبب الكولز اند سارس ومتلازمه السارس. ديسبلاي يظهر هاي ريكومبينيشن اعاده تركيب عاليه، لذلك يصيب الانسان اكثر من مره لان كل مره يعيد تركيب الجينات فيطب كفيروس جديد، هاي اعاده تركيبيه فائدتها هي هاي تمام. نقول بورقه الكلاسيفيكيشن التصنيف، الفاميلي مالته كورونا فايريديا، الصب فاميلي كورونا فايرينيا تمام، الاوردر الرتبه نيدو فايرلز تمام، وير كانت كلاسيفايد تصنفت ديبيند على اساس بيسز تمام، قواعد الكراون والهالو، يا قاعده الهاله مالته الهاله هاي والكراون الاشواك تمام، على اساس شغلتين كراون والهالو تمام. خوش depending اعتماد on the serotype على المصل اوكي او 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 الانماط المصليه they are divided هو ينقسم to اربعه جنرا الى اربعه جناس الفا وبيتا وجاما وسيجما. الفا وبيتا كوفيد انفكت يصيب الهيومن الانسان، وجاما وسيجما انفكت يصيب البيرد، انفكت يعني يصيب شنو البيرد الطيور عذرا. السبن سيروتيب سبع انماط انفكت تصيب ذا هيومن تصيب الانسان، يا سبع انماط هيا سبعته 229 اي والان ال 63 هذا الفا يعتبر، الاو سي 43 والاتش كي يو اي هذا بيتا يعتبر. خوش السارس يعتبر بيتا خوش تمام جاك اوكي 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 الميرس يعتبر بيتا اند موست ريسنت سارس كوفيد بيتا ما له علاقه فيه. خوش نجي هسه الكورونا فيروس ريبليكيشن تضاعف الكورونا فيروس، اقول لك السايكل اوف كورونا فيروس دوره التضاعف مال الكورونا فيروس ريبليكيشن اوكر تحدث انسايتوبلازم هاي قلناها تمام. ذا فيروس الفيروس اتاتش يرتبط بالريسبتر بالمستقبلات اون تارجت سيل على الخليه الهدف ريسبتر مستقبلات تارجت هدف باي بواسطه شلون يتصل بواسطه الجلايكوبروتين سبايك هاي الاشواك الجلايكوبروتينيه اون ذا فايرال انفلوب اللي هي موجوده على سطح الفيرا اللي هي اما شنو اما اس نوع اس واما نوع اتش اي تونا اخذناها من فوق. ذا ريسبتر فور هيومن كورونا فيروس ها والريسبتر مال الكورونا فيروس مال الانسان اسمها 229 اي
is amino peptide N. Where's بينما الفنكشنال ريسبتر المستقبلات الوظيفية for SARS للسارس شو اسمهن؟ اسمهن angiotensin converting enzyme 2. واضح؟ هسه مالات الهيومن ريسبتر مالات الهيومن كورونا فيروس هذا يا تمام؟ والفنكشنال مالات السارس هذا يا والمستقبلات بصورة عامة ذني. واضح؟ خوش. هذا ينشز تمام. وهنا يقول لك الفيروس يوجوالي ترانزميت ينتقل بواسطة الانهليشن الاستنشاق والكونتامينيتد دروبس والقطرات الملوثة قطرات الشسمة. هاي خلاص هذا ينشز وهذا ايضا ينشز. وصلنا وين؟ لابرتر دياغنوزيس بالفيديو اللي وراه.